ومعنا الآن المحامية والناشطة في حقوق الإنسان رشا وهب حتى نتحدث فيها أكثر عن هذا الموضوع. يسعد صباحك. صباح الخير. نورتينا. صباح الخير عليكم. طبعا السؤال الأهم أو بداية موضوعنا، خليها تكون الغياب أحيانا يقوي العلاقة، شنو رأيك؟ والله شوفي، حتى احس انه بهذه المقابلات العالم تحكي عن اللي بداخلها، فحسب انه يا ترى هل اكو مشكله بيناتهم ولا ماكو مشكله، فش وقت يكون البعد، هل بشكل عام ولا في حاله وجود مشكله؟ اذا اكو مشكله اكيد لازم واحد شويه يبتعد حتى يحل المشكله ويرجع يعرف الموضوع اكثر، بس هذا البعد ايضا لازم يكون الا يعني شلون وقت معين، مو انه بعد يطول اكثر، لانه بالتالي راح تختلف وتنقلب بالعكس. طيب دائما بالبدايه نشوف مثلا اللي متزوجين جديد او اللي خاطبين دائما يكونون سوية او طلعاتهم سوية، يعني حتى لبسهم نفس الالوان، كل شيء ينسقون وما يبتعدون على بعض. وراء الزواج مثلا ممكن بفتره سنه سنتين تختلف، شو يصير؟ شوفي، يمكن هنا هو ولو أنا شوية راح أطلع عن يعني هذا الموضوع، يعني من ضمن التنمية البشرية وهذا الأمور، يعني كلش أحب هذه المواضيع، التنمية البشرية والطاقة وشلون إنه واحد يعني يقدر يعيش بطريقة تكون بها نوع من التوازن. فبالتالي هم الأشخاص بالبداية، بداية العلاقة الزوجية، لما يدخلون إلى هذه العلاقة هم يتوقعون أشياء مختلفة. يعني ممكن يكون عندهم مثلا يعني شو نسميه، انه هم يعني متوقعين شيء معين من الزواج، وانه يتوقعون انه هو هذا، انه انت راح تكونين ويا هذا الشخص 24 ساعه وانت راح تكون ويا هذه 24 ساعه، وهم اكيد دي يكونون يحبون بعضهم بالبدايه، وانه هذه العلاقات اللي تبدي، وبعدين يشوفون انه الحياه الزوجيه مو هذه. فبالتالي بالبدايه نشوف انهم فرحانين، وهم مثل ما تقولين يلبسون نفس الملابس، يطلعون 24 ساعه ويريدون حتى ما يروحون لشغلهم ممكن لهاي. بعدين يختلف الموضوع، لانه يقومون يعني ينصدمون بالواقع اللي هو مو هيك لازم يكون. وثانيا العمر ايضا يختلف، يعني ممكن الاشخاص اللي يتزوجون بشكل بوقت يعني يعني شيء يسموه صغار، هم وصغار، اكيد يختلف عن الاشخاص اللي يتزوجون بعمر شويه متاخر، لانه راح يكونون يعرفون اكثر الحياه الزوجيه شنو هي بالتاكيد. طيب اليوم اللي مثل ما ذكرتي اللي يتزوجون بعمر صغير او يتزوجون بعمر شويه بالغ، يكون اللي بعمر بالغ دائما ما نشوفهم متفاهمين، يعني بحاله حدوث مشكله معينه نشوف الزوج بعد شهر شهرين بعدين يرجع، او الزوجه كذلك. بس اللي متزوجين بعمر صغير بأول مشكلة بأول مطب هو خلص ننفصل، هي هذه الأسباب أو هذا الشيء الإيجابي بموضوع أنه لازم يخلقون مسافة بيناتهم بين فترة وثانية. بس همينا موضوع ثاني أو يعاكس الموضوع اللي إحنا جاي نحكي عليه، هذه الفترة اللي ينطوها البعض بالقانون، يعني إذا في حال الزوج قرر أنه هو يبتعد فترة معينة حتى هو يرجع يرست من جديد ويرجع لعلاقة زوجية صحيحة وسليمة، هذا الشيء يعاقب عليه القانون، يحاسب عليه القانون من ناحية قانونية أنه إذا الزوج ابتعد فترة طويلة لازم تنفصل المرأة؟ هو يعني احد الاسباب او احد يعني الاسباب اللي ممكن تقدمها المراه في حاله انه تطلب التفريق، اذا كان اكيد ولها الحق بهذه الحاله، اذا كانت يعني فتره طويله الزوج تركها، مثلا 3 سنوات اذا تركها وهذه السنين طويله، فبالتاكيد بهذه الحاله هو يعتبر يعني عذر يسمح للمراه بانه تطلب التفريق القضائي. طيب ليش الغياب يقوي العلاقه؟ مثل ما شفنا انه دا يقولون هوايه انه شويه تغيبين احسن، هو راح يحس بقيمتك وانت تحسين بقيمته، شو يصير بهاي الفتره؟ هو دائما الاشياء المعتدله احسن شيء، يعني لا القرب الهوايه ولا البعد الهوايه. بعدين هسه انا اشوف اصلا احنا حياتنا صارت بها بعد هوايه، لانه ممكن يطلع الشخص على شغله، ممكن يطلع برا، فبالتالي تشوفين انه تحسين حتى الوقت صار كلش قصير، فتشوفين انه هذه هم دي يقولون 3 ساعات وما اعرف شنو، فانا اعتقد انه اكثر من 3 ساعات هم دي يبتعدون عن بعضهم، حتى الاشخاص اللي هم يعني خلينا نقول عاطلين عن العمل او شيء، هذا الشيء يختلف، فهم دا يطلعون للدوام يرجعون يمكن حتى ما يبقى لهم مجال للمشاكل ولا يبقى لهم مجال لهالتفكير هذا، فدائما الاشياء المتوازنه احسن شيء، لا البعد الهوايه ولا القرب الهوايه اكيد يكون، فهذا نرجع ونقول حسب الحياه اللي يعيشوها،
حسب العقليه اللي يمتلكوها وحسب يعني شلون هم متوقع شنو المتوقعين من العلاقه. صح، وهو هذا الشيء اللي نشوفه مفيد، انه لازم الرجل يعمل والمراه تعمل حتى هذه المسافه تكون هي واحد مشغول بعمله بعدين يرجعون يلتقون، انه شايفين بعض جدد، يتعرفون على بعض من جديد، فهذا الشيء يقوي العلاقه ويقرب المسافه بيناتهم ويخلي تكون مشاكل بيناتهم. صحيح. ايضا موضوع ثاني يعني الغياب اللي يقوي العلاقه او القرب اللي يخرب العلاقه، شلون احنا نقدر نوازن بيناتهم؟ هي مثل ما قلت اثنيناتهم يخربون العلاقه بالتاكيد. اذا 24 ساعه تصور انت تقعدين حتى لو هي اختك مثلا، انت تقعدين 24 ساعه او هي اي شخص معين، ماكو شيء تسوي، اكيد راح تدورين فد شيء، تدورين فد مشكله ممكن تسويها، ممكن تدورين فد قضيه هيك حتى تحكين بيها. صحيح. ودائما كثره الكلام هم يزيد يزيد وبعدين يوصل الى مشاكل. فلا البعد الكل شهواية ولا القرب الكل شهواية، اللي يكون متوازن. فيمكن أحسن حل إن أولاً المرأة هي مو لازم تخلي إنه تطلب من الزوج، مثل ما نشوف إنه قسم منهم يريدون هذا الشيء أحياناً، إنه دائماً لازم يبقى بالبيت، هذا الشيء راح يسبب أكيد مشاكل. وبالمقابل مو الزوج يطلع من الصبح مثلاً يرجع لليل، هذا هم أكيد راح يسبب فتور ويسبب مشاكل. طب شنو هو الشيء اللي يخلي العلاقة تستمر وتكون ناجحة؟ هو مثل ما قلنا انه لازم يكونون اولا تفاهم اكيد، ثانيا لازم يكونون ينطون مساحه لبعضهم، يعني مثلا هي تروح لشغلها او هي تطلع برا لاي شيء كان، حتى لو كانت ما تعمل مثلا، ممكن تروح للسوق، ممكن تروح الى مثلا للجيم او الى اي شيء اخر يعني تشغل نفسها به، هو لازم يسمح لها بهذه الاشياء حتى تكون هي ايضا تطلع من البيت. فلانه هنا همينه مو البعد اللي هو مثلا بس الزوج يطلع وهي باقيه بالبيت معناها هذا بنحسبه بعد، لا. صح. هنا هي راح تتكأب وهي اللي راح تسوي مشاكل ممكن. صح. بعدين انا كنت حابه اسالك انه هسه انه اللي مثلا اللي حوالينا اللي بنشوفهم مو كلهم هيك، يعني اشوف هوايه مثلا نسوان يفرحون لما زوجها راح يسافر ويروح حتى هي تاخذ راحتها وتقدر تطلع بكيفها، لانه يمكن اذا زوجها بالبيت وموجود ما تقدر تطلع. فيعني هذا الشيء شلون نتعامل وياه؟ شوفي، مو هي هاي حتى بعض اسباب او هوايه من الاسباب اللي تجي حتى للمحاكم حول الطلاق مثلا، تشوفين انه هو ما يسمح لها تسوي اي شيء، فهي ممكن اذا هي بقت بالبيت ومثلا ما طلبت الانفصال، ممكن انه هي تنتظر اي فرصه حتى هو يطلع من البيت حتى شيء تسوي، حتى مثلا يسافر او شيء حتى تقدر تاخذ حريتها اللي هو مثلا سالبها منها واللي ما يخليها تسويها، فبالتالي اكيد راح تفرح لما يسافر. صحيح. وهذا الغلط راح يعني يصير على الزوج. بالضبط، يعني انا اشوف مثلا زوجات نضوج هو راح يسافر واكو لا فرحانه انه خلاص هو راح يسافر وهي تطلع تروح تتغدى برا تشوف صديقاتها، يعني لانه يكون ثابت على نفسها اكيد. وهي هذه الدراسه ما اجت من فراغ، انا اشوفها صحيحه 100% عن البعد مو عن القرب، اللي هو مو البعيد على العين بعيد على القلب، لازم واحد يبتعد شويه، لانه فتره كورونا كل الناس ايقنت وصار عندها هذا الوعي انه ما لازم يكونون قدام بعض، ما لازم يكونون قريبين من بعض دائما، لانه صارت هواي حالات طلاق، واكيد انت واجهتي يعني هذا النوع من الحالات عندك بفتره كورونا بسبب يعني انه العاطلين عن العمل الزوج والزوجه، ما عندهم شيء يسوونه غير انه واحد يناقر بالثاني، وبدوا حتى يكتشفون اطباع بعض او سلبيات باطباعهم. صحيح زينه، ويمكن همنا يعني يكون سبب شيء بسيط او تافه، يعني هم يتعاركون عليه ويريدون يطلقون. صح، صارت يعني واجهتي هيك شيء؟ صحيح، هي فتره كورونا اكيد غيرت هوايه السلوكيات، عرفت الناس على بعضهم، يعني مثل ما كنا حتى نشوف بعض الافلام القصيره اللي هيك يحكون عن شلون العائله صارت تتعرف على بعضها. صح. يعرفون، فبهذه الاثناء هم متزوجين بطريقه اصلا ممكن تكون هم مو عارفين بعضهم، يعني هاي نرجع الى انه شلون تزوجوا، فبالتالي من تزوجوا بس مجرد انه عرفتها عرفها وخلص راحوا قرروا انه يزوجون، بعدين لما بقوا ويا بعضهم صاروا يعرفون بعض الامور اللي هي يعني مو هاي الحياه الزوجيه، هذه مجرد كانت لاجل علاقه، لاجل يعني شبابهم بادين حياتهم وهاي، فوجودهم بالبيت 24 ساعه اكيد راح يسبب الطلاق. ليش؟ حتى مثلا اذا نشوف نرجع الى اسباب الطلاق، مثلا البطاله، البطاله واحده من الاسباب اللي كلش تسبب الطلاق وتسبب العنف ضد المراه. ليش؟ لانه
الرجل هذا خاصة الرجل هو يكون دائما متعود انه المفروض الرجل يطلع برا يشتغل، فحتى احنا يعني بموروثنا وبعاداتنا وهيك انه الرجل لازم يشتغل، هو شيء يعني لازم. فشنو هذا راح يقعد ماكو شيء يسوي، ماكو مكان يطلع هالطاقة السلبية بيها، فوين يجي يتجه على أي أنثى موجودة بالبيت، أختها، أمها، زوجتها. فبالتالي المتزوجين شنو دا يسوون؟ يقومون يعني يطلعون هالطاقة السلبية، هالقهر، هالشي بنو بهذه بزوجتها، فأكيد راح تزيد المشاكل، وراح يدورون أي حجة معينة صغيرة أو كبيرة حتى يسوون مشكلة. وبهاي حالة مثل ما ذكرتي بالبداية يعني أنه صاروا أي شيء بسيط رأساً يقولون إحنا خلونا ننفصل بدون ما يدورون على حل المشاكل، انه شنو نسوي. فيمكن بهذه الحاله، فمو يمكن، هي اكيد لازم يكون اكو بعد بهذه الحاله، حتى شنو، حتى مو نسبب هالاحتكاك الكلش كبير والمشاكل الكبيره. طبعا واكيد بسبب هالموضوع هذا وبسبب التقارب او البعد وهاي الدراسه او هاي النظريه اللي ما مفهومه عند البعض، هواي نشوف شباب وبنات حاليا صاروا متأنين أكثر، صاروا يتراجعون بموضوع الزواج، إنه أنا ما أريد أتزوج حتى ما أوصل لهذه المرحلة، هذه المرحلة وهذه المشاكل. اليوم إحنا لازم نوصل رسالة معينة، رسالة واضحة الكل يفهمها عن الزواج، البعد، القرب، شنو الفكرة من عنده. فأنا أحب أسمع من عندك شيء أخير. شوفي، أنا أشوف إنه إحنا بمحاكمنا المفروض ما يوافقون على الزواج او عقد، يعني ولو اكو هسه مسوين يعني انه لازم يدخلون الزوجين الطالبين العقد، يعني خلينا نقول يدخلون في دوره معينه قبل انه الحاكم يعني يوقع على العقد. فاني اشوف انه كلش ضروري مو تكون هم مجرد اجراءات، لا، انه فعلا يعرفون شنو هو الزواج، مو يتوقعون انه هذا الشخص لازم يكون يمي 24 ساعه وانه هذه هي السعاده وهي هذه الحياه، لا، انه كل واحد الى حياته الخاصه، كل واحد الى شغله، الى الاشياء اللي يحبها، الهوايات اللي يحبها، ممكن الامور اللي يحبها. فخلي يكون توقعهم بهذا الشكل، يعني لازم يكون بهالشكل حتى مو ينصدمون بالتالي الى بهذه الامور، بانه لا طلعت الحياه مو هيك، وطلعت انه لازم يروح واني ما اريدك تروح واني ما اريدك تطلعين، وبالتالي تسبب مشاكل. فلا، لازم كل واحد يعرف شنو هو الزواج، لازم يتوقعون كل شيء، يتوقعون انه لازم يكون عنده حياته الخاصه وعندها هي حياتها الخاصه، لازم يتفهمون هذا الموضوع بعدين يعني يخطون خطوه الزواج. هنا ما راح نواجه هذه المشاكل، واكيد فبهذه الحاله راح يتقبلون البعد اللي لازم يكون موجود، لازم يكون موجود. فبهذه الحاله اذا ما راح نوصل الى حالات عديده من الطلاق او المشاكل. شكرا لك. شكرا لك على هاي المعلومات الحلوه اللي قدمتيها لنا خلال صباح دجله هذا اليوم، نورتينا. شكرا.